الخلود فدائي 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 يا شعبي يا شعب الخلود. هذه هي كلمات النشيد الوطني الفلسطيني التي تردد في كل محفل من محافل هذا الكون وفي كل بطولة في كرة القدم أو حتى في أي رياضة على مستوى هذا العالم. أصبح هذا النشيد يصدح في كل هذه الأماكن بسبب ما قام به هذا الرجل من إنجاز عظيم, هذا السيد اللواء جبريل الجوب أبو رامي, والذي استطاع أن يجعل الرياضة الفلسطينية أن تصبح عالمية وليست فقط على المستوى المحلي أو حتى الآسيوي. اليوم أصبحت الرياضة في فلسطين تقارع العديدة والعديدة والعديدة من الاتحادات العربية وحتى الآسيوية والعالمية. نعم, اليوم الرياضة في فلسطين اختلفت. الرياضة في فلسطين أصبحت لها نكهة أخرى. في كل يوم نشاهد إنجازا عظيما للرياضة الفلسطينية, في كل يوم نشاهد إنجازا كبيرا للرياضة الفلسطينية. اليوم فلسطين تستضيف هذه التصفيات, تصفيات كأس آسيا المؤهلة لكأس آسيا تحت 19 عاما لفئة الشباب, وكانت قبل أسابيع قليلا الاستضافة أيضا لتصفيات كأس آسيا المؤهلة تحت 16 عاما لفئة الناشئين, والإنجازات التي كانت أيضا قبل أيام بسيطة للمنتخب السلة, منتخب السلة الفلسطيني الذي استطاع أن يقدم إنجازا عظيما في عالم كرة السلة الكرة البرتقالية. واليوم هاي الإنجازات تتوالى على الساحة الفلسطينية, وإنجاز يتلوه إنجاز حتى نصل بهذه الإنجازات بإذن الله تعالى نحو الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. هنا كلا الفريقين يستعدون لبدء اللقاء. طبعا طاقم التحكيم في هذا اللقاء الحكم الرئيسي حكم الساحة الحكم الكويتي يوسف المرزوق, ويساعده الحكم الأول يعقوب المطيري الحكم الكويتي أيضا, والمساعد الثاني الحكم اليمني هو علي محمد الحساني, والحكم الرابع هو الحكم القطري هو خميس المري. هنا المنتخب الفلسطيني بالزي الأبيض في حين المنتخب الهندي بالزي الأزرق. هذا هو مسرح هذا اللقاء, الملعب الشهيد فيصل الحسيني, تشكيلة كلا الفريقين. سأبدأ بداية في المنتخب الهندي, وذلك لصعوبة الأسماء وحتى أخذ الوقت الكافي لقراءة الأسماء عليكم أعزائي المشاهدين. حراسة المرمى سوشاديف وهو بالرقم 32, الرباعي الدفاعي من اليسار نيشو بالرقم 4, كيما بالرقم 25, سارفاك بالرقم 16, أمي بالرقم 27, في خط الوسط رقم 8 لال رام زواوا, رقم 14 مال سوم زولا, ورقم 41 مافي مينغ تانغا, ورقم 20 ركيش, ورقم 24 لالين زوالا, وفي خط المقدمة دانيال. في حين تشكيلة المنتخب الفلسطيني كتيبة المدرب أيمن صندوقة, في حراس المرمى أحمد أبو حمام برقم 12, في رباعي الدفاع من اليمين إلى اليسار موسى فراوي برقم 17, محمد خليل رقم 5, لطفي محميد رقم 3, فراس الشريف رقم 16, في الارتكاز كل من بهاء وردات رقم 10, هاني عبد الله رقم 7, وشهاب القنبر رقم 11, محمد العصا رقم 25, ومحمد عبيد رقم 15, وفي خط المقدمة محمود يوسف رقم 13. نتمنى التوفيق للفداء الفلسطيني في هذا اللقاء, نتمنى التوفيق للمنتخب منتخب الشباب والذي سيصبح في يوم من الأيام هو المنتخب الأول الفلسطيني. نعول كثيرا على هذه الأسماء الشابة الحاضرة في ملعب الشهيد فيصل الحسيني, ونتمنى بالفعل أن برفقة المدرب أيمن صندوق بالوصول لأول مرة إلى بعد مصر للمنتخب الأول وطولة كانت الكل في كأس آسيا الذي كان في أستراليا لعام 2014. إنجاز يتلوه إنجاز, وهذا هو عصر ذات نس الشعب والفرق الفلسطينية والمنتخبات الفلسطينية التي تشارك في البطولات الآسيوية والعربية, وإنجازات كان قد حققها العديد من المنتخبات الآسيوية في الفترة الأخيرة في كرة القدم, في كرة السلة, حديث عن كرة الطائرة إذن في الأيام القادمة, وكرة كل الرياضة الفلسطينية. كاتب
الدفاع محمد خليل على كل عمل اللاعب قطفي محمد في المنتخب الشباب الفلسطيني يلعبون لعدة أندية. هناك تشكيلة كبيرة من الأندية الفلسطينية بكاملها. أفضل 5 ثواني يتأهلون إلى نهائيات كأس آسيا، والبلد المضيف هو مملكة البحرين، ولكن في حال البحرين استطاعت أن تحسم البطاقة في مجموعتها كمتأهل أول ستصبح هناك أفضل 6 ثواني بالنسبة لهذه التصفية. هذه محاولة محمود لكن تقطع من محمود، تعود تمريرات قصيرة بين لاعبي المنتخب الهندي عند اللاعب رقم 14 مال سومزولا. رمي التماس فلسطيني عند لاعب موسى فراوي، تلعب رمي التماس طويلة بالرأس، لاعب ممتاز هذا اللاعب محمود، لديه إمكانيات كبيرة يعني واضحة على هذا ممتاز. انطلاقة في الجهة اليمنى، محاولة عرضية من اللاعب العصا، يا سلام بالكعب، حاول يأتي للمنتخب الهندي. هيا عزيزي المشاهد، يا مشاهد الفلسطيني
هندية كبيرة، قصة وصول الهند إلى كأس العالم. الهند وقعت في مجموعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في عام 1950 بجانب أندونيسيا والفلبين وبورما. ويومها في تلك المجموعة قامت الفيفا باستبعاد بورما ففازت الهند، ثم الفيفا استبعدت أندونيسيا فانتصرت الهند، ثم استبعدت الفلبين فأيضا انتصرت الهند. إذن أصبحت الهند بطلة المجموعة في ذلك التوقيت، وتأهلت كبطل المجموعة دون أن تلعب أي لقاء مباشرة إلى كأس العالم. ولكن الصدفة الغريبة أيضا أنه تم استبعاد الهند من مونديال كأس العالم في ذلك التوقيت، وذلك بسبب أن المنتخب الهندي أصر على أن يلعب ذلك المونديال حفاة الأقدام، لم يريدوا أن يلبسوا الأحذية في أقدامهم للعب المونديال، وذلك طبعا كان مخالفا للوائح الفيفا، وتم استبعاد المنتخب الهندي من المشاركة في مونديال 1950 في ذلك التوقيت، والذي يومها طبعا توج في ذلك المونديال المنتخب الأراغواياني. يعني قصة ظريفة وفيها من الدراما أشياء كثير، والهنود والدراما الهندية تعتبر من أكثر المشهورة في على مستوى العالم. يعني تتحدث عن الدراما الهندية، تتحدث عن مئات وبالآلاف الأفلام الهندية والمسلسلات والأبطال في الدراما الهندية، والكل يتابع والكل يعلم مدى قيمة هذه الدراما في هذا العالم. الكرة تلعب لكن تقطع من جديد في وسط الميدان، تمريرة خاطئة كانت من اللاعب هاني عبد الله إلى الجهة اليسرى، انطلاقة ممتازة من نيشو، انطلق نيشو مرة الكرة لكن تقطع من جديد، تعود فلسطينية إلى محمد عبيد، انطلق محمد، يلا يا محمد، لكن الكرة مقطوعة، عادت فلسطينية، محمود، الكرة عادت من جديد، محاولة الجهة اليسرى، صوب صوب صوب، كرة تصويبا لكن الكرة اصطدمت في شهاب القنبر. هنا السيد طوكيو برفقة السيد اللواء جبريل جو أبو رامي، طبعا السيد طوكيو كما ذكرت عضو الفيفا المسؤول عن متابعة ما يقوم به الاحتلال من اختراقات ومخالفات ضد الرياضة الفلسطينية. الكرة تلعب في الجهات اليسرى، هنا الأطفال والشبان والمشجعين لهذا الفداء الفلسطيني، كرة في الجهات اليسرى تنقل إلى الجهات اليمنى من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، تمريرة في وسط الميدان، هاني عبد الله استقبال سيء في الكرة، عليك الحذر، عاد الكرة بشكل مثالي، اللاعب بها أوردات حتى الآن لم يقوم بالواجب المثالي في هذه محاولة خطيرة، هذا الأول جول فدائي، هدف أول للفدائي، الله 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 عليك الله محمود يوسف، محمود يوسف يسجل الأول للفدائي، يسجل الأول لفلسطين بعد خطأ دفاعي قاتل من المدافع الهندي، استغله هذا القناص، استغله هذا المرعب. قلت لكم هذا لاعب رائع من استلامه للكرة، قلت لكم أنه متمكن، أنه رائع، أنه ذكي، واستطاع أن يستغل الخطأ الدفاعي وأن يستلم الكرة وأن يسجل الهدف الأول، هدف أول فلسطيني، هدف أول فلسطيني. ارفع راسك، ارفع راسك فأنت فلسطيني. نعم، هدف أول عن طريق اللاعب محمود يوسف. إذن محمود يوسف، هنا الإعادة الماضية، هنا الخطأ الدفاعي القاتل، هنا محمود يا ولدي عليك، يا سلام يا محمود، وضع الكرة بمهارة من تحت الحارس زجديف الحارس الهندي. إذن محمود يوسف يسجل الهدف الأول لفلسطين، هدف أول فلسطيني، رمي التماس هندية، علينا أن نكون الحذر، أن تكون الثقة موجودة. المتابعة من جديد، إبعاد الكرة من قبل محمد خليل، ممتاز يا خليل، ممتاز يا كابيتانو، هذا هو اللاعب صاحب الهدف. هنا الإعادة الماضية أيضا من زاوية أخرى، لاحظ هنا الإعادة، نعم لاحظ الهداف التمركز المثالي، لا
الدقيقة الخامسة عشرة أو السادسة عشرة من هذا اللقاء. الكرة في وسط الميدان، كرة طولية إلى الجهة اليمنى، محاولة انطلاقة ممتازة من موسى فراوي، موسى يمر في الجهة اليمنى، موسى يحاول، موسى عرضية، يلا يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، كاد أن يضع الثاني، كاد أن يضع الثاني شهاب القنبر، كاد أن يضع الثاني من كرة رأسيا، ولكن لم تكن دقيقة الكرة الرأسية الأولى الأخيرة، ومع ذلك الكرة أصبحت ركلة مرمى، ركلة مرمى هندية عند الحارس جديف. حلوين يا شباب، حلوين يا فدائي، شباب الفدائي عليهم أن يقدموا كل شيء. هناك العديد من الرياضيين في فلسطين يراهنون على هذا المنتخب أنه قادر على الوصول لكأس آسيا، قادر لما يمتلكه من مواهب شابة مثالية، ولكن الأداء عندما يكون بشكل مركز داخل أرضية الميدان هو من يعطي النتيجة. ممكن أن تكون لديك المواهب لكن يغيب التركيز، تغيب اللياقة، تأتي الإصابات مثلا، ممكن أن تعطل هذه الأمور، لكن أتمنى ألا يحدث أي شيء من هذا. أتمنى أن يكون الفداء الفلسطيني الشاب في يومه وأن يقدم ما قام به في المعسكر. طبعا الفداء الفلسطيني الشاب عزيزي المشاهد كان لديه معسكر تدريبي في قطر من 25 أغسطس حتى العاشر من سبتمبر، لعب المنتخب 5 مباريات. طبعا هو لم يفوز في أي لقاء ولكن قام بلعب مباريات كبيرة جدا وواجه منتخبات قوية جدا، لعب مع المنتخب القطري للشباب وتعادل بهدف لهدف، وتعادل مع المنتخب الكويتي للشباب بدون أهداف، الخسارة أمام السد القطري، وطبعا السد القطري لعب بكل النجوم وكان أيضا يومها تشافي موجود، تشافي هرنانديز القادم من برشلونة إلى نادي السد القطري، وخسر المنتخب الفلسطيني للشباب ب4 أهداف مقابل هدف، وكان يومها قد افتتح المنتخب الشباب الفلسطيني التسجيل في ذلك اللقاء. والخسارة أمام نادي قطر القطري، طبعا نادي قطر القطري من أعرق الأندية القطرية، نادي قطر القطري الأول وليس الشباب، خسر المنتخب الشباب الفلسطيني بهدفين مقابل هدف، وأيضا الخسارة أمام المنتخب القطري العسكري بهدفين مقابل هدف، أي أن النتائج نوعا ما مطمئنة والأداء مطمئن للمنتخب الشباب الفلسطيني، ولكن عليهم أن يلعبوا بدون ضغوطات، عليهم أن يلعبوا بأريحية، أن يقدموا ما تعلموه من أيمن صندوق، أن ينفذوا كل تعليمات أيمن صندوق، هذا المدرب الفذ والرائع والذي لديه القدرة الكبيرة في عالم التدريب. طبعا المدرب لي هو مدرب المنتخب الهندي، 33 عاما هذا المدرب، هو مدرب انجليزي طبعا. هذه محاولة، هنا الحارس يخطئ، هنا الحارس يخطئ، ولكن كاد ان يلحق بها، كاد ان يستغل خطأ دفاعي اخر، وهذه المرة برفقة الحارس كاد ان يستغلها اللاعب محمود يوسف، لكن هذه المرة استطاع ان يصلح الخطأ الحارس الهندي سوجاديف في الكرة الماضية. طبعا المنتخب الهندي ايضا قام بعدة لقاءات ودية قبل القدوم الى فلسطين، استطاع ان يفوز على المنتخب الافغاني الشباب بهدفين مقابل لا شيء، وايضا فاز على اكاديمية ماليزيا بهدفين مقابل هدف. الكرة من التماس جانبية عند المنتخب الهندي عند اللاعب نيشو بالرقم 4، الكرة في خط المقدمة انطلاقة عند اللاعب دانييل يحاول، دانييل يمرر الكرة عند جهة اليسرى، انطلاقة في اليسار، يمر اللاعب نيشو من جديد، لكن تغطية مثالية من قبل اللاعب موسى فراوي، واجب دفاعي مثالي يقوم بهذا اللاعب موسى فراوي. رمي التماس تصبح ركلة ركنية عند المنتخب الهندي. طبعا موسى فراوي يلعب لهلال القدس ولاعب مدافع ولعب لنادي هلال القدس، وكما ذكرت أن هناك العديد من الأسماء تلعب لعدة أندية تمثل هذا المنتخب الوطني الفلسطيني للشباب. ركلة ركنية هندية، نتمنى أن تكون سليمة على المرمى الفلسطيني. في حراسة المرمى أبو حمام، أحمد أبو حمام، ركلة ركنية في هذا التوقيت يا منتخب الهندي، كرة ترفع عرضية ولكن إبعاد من قبل موسى فراوي من جديد، ممتاز هذا اللاعب موسى فراوي، ممتاز
الكره في الجهه اليسرى، نيشو يحاول، نيشو يقوم بالتمرير عند اللاعب دانييل، دانييل يقوم بالسيطره على الكره، تمريرات من جديد، انطلاقه يا سلام على المرور، هات خذ انطلاقه، اين التغطيه، اين التغطيه، ممتازه ابو حمام، ممتازه احمد ابو حمام، معنا الكره تغير اتجاهها نحو المرمى، لكن احمد ابو حمام قام بالسيطره، ولكن التمريرات الذي قام بها لاعبي المنتخب الهندي كان من الممكن من مدافعي المنتخب الوطني الفلسطيني عدم اعطائهم الفرصه لهذه التمريرات. الكره عادت في وسط الميدان عند اللاعب شهاب القنبر، من جديد الكره انطلاقه، تصويب بعيد، يعني الكره بدون عنوان، على اللاعب ايمن صندوقه ان يطلب من اللاعبين عدم الاستعجال بالتخلص من الكره بهذه الطريقه، كان في الامكان افضل مما كان، ولكن اللاعب استعجل في تجريب حظه بالتصويب بهذه الطريقه، والكره ذهبت تصبح ركله مرمى هنديه. كرة من حارس المرمى طويلة، الحارس زجديف إلى اللاعب لالين زوالا، لكن الكرة تصبح رمية تماس فلسطينية، لم يتعامل مع الكرة بالشكل المثالي اللاعب الهندي لالين زوالا لتصبح رمية تماس عند اللاعب فراس الشريف لاعب أهلي الخليل، رمية تماس عادت عند المنتخب الهندي، هناك إصابة لأحد لاعبي المنتخب الفلسطيني للشباب، كرة تلعب، هناك إصابة نعم لأحد اللاعبين، سلامات أيا كان هذا اللاعب، حتى الآن نعم الآن يتم إخراج الكرة بكل روح رياضية، إصابة للاعب رقم 25 محمد العصا لاعب نادي شباب العبيدية والذي يلعب في صفوف هذا المنتخب، هنا صاحب الهدف الوحيد محمود يوسف هو من سجل هذا الهدف الوحيد حتى الآن في هذا اللقاء. هناك عمليات إحماء يقوم بها بعض اللاعبين في هذا التوقيت من قبل منتخبنا، منتخب الوطن الفلسطيني للشباب، يبدو أن المدرب غير راضي عن بعض اللاعبين، هو بالفعل يعني لديه الحق المدرب أيمن صندوق إذا قام ببعض التبديلات ما بين الشوطين، لأن هناك استعجال لبعض اللاعبين في عملية التخلص من الكرة، وهذا سيعطي الفرصة للمنتخب الهندي ليس فقط في منع الفلسطينيين من التسجيل، بل انهم ايضا سيعطي المجال للمنتخب الهندي للتعديل وتعديل الكفه والنتيجه، وهذا ما لا يتمناه كل فلسطيني وما لا يتمناه المدرب ايمن صندوق. المحاولات في وسط الميدان، تمريرات قصيره عند المنتخب الهندي، سارثاك مال سومز ولا الى سارثاك من جديد، محاولات وتمريرات قصيره لرام زواوا بالرقم 8، كان الله في عوني حتى نهاية هذا اللقاء في ذكر أسماء الهندية، المحاولة من جديد تقطع في خط المنتصف، لكن تقطع من جديد من قبل اللاعب نيشو، يعني هناك بعض الأسماء نوعا ما أسهل من بعض أسماء أخرى في المنتخب الهندي، يعني تتحدث عن كيما نيشو يعني أمي بالنسبة لبعض الأسماء، ولكن هناك بعض الأسماء طويلة للغاية، وعندما قام لي مساعد المدرب الهندي بكتابة تلك الأسماء، يعني هناك بعض أسماء يعني أذكرها باللغة العربية، ولكن هناك بعض أسماء في الأحرف اللاتينية يعني ربما تصل إلى 15 حرفا و 18 حرفا في بعض أسماء في المنتخب الهندي، وذلك يعني صعب الأمور نوعا ما، ولكن سنحاول قدر الإمكان أن نتفاعل وأن نكون معلقين بشكل مثالي على الأسماء الهندية في هذا اللقاء. الحارس أحمد أبو حمام طويلة، الكرة تصل عند اللاعب في الجهة اليسرى محمد العصا، مقطوع الكرة، ضغط من قبل، هذه محاولة خطيرة عليها نستغل الهدف الثاني، هذه محاولة انطلاق، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، اللاعب اللاعب محمد عبيد، ولكن الكرة كانت هناك رقابة من قبل المدافع الهندي، أبعد الكرة أمام اللاعب محمد عبيد، كان في الإمكان أفضل مما كان يا محمد، عليك كان أن تصوب أكثر من المراوغة المبالغ فيها كان بالشكل المبالغ فيه بكثره في اللقطه الماضيه، ركله ركنيه للمنتخب الفدائي الفلسطيني، هذه محاوله راسيه ولكن طويله تصبح ركله مرمى هنديه. حتى الان بعد تسجيل المنتخب الوطني الفلسطيني هذا الهدف لم نشاهد رده فعل من المنتخب الهندي، وايضا حتى لم نشاهد الفدائي الفلسطيني يقوم بالضغط الكبير لمحاوله التسجيل الثاني. نتيجة 1-0 غير مطمئنة، وهي أخطر نتيجة دائما في عالم كرة القدم، نتيجة 1-0.
هذه محاولة من جديد في خط الوسط بهاء أوردات، لاعب الظاهرية بهاء أوردات. في خط المنتصف انطلاق هذا اللاعب موسى فراوي، يعجبني كثيرا هذا اللاعب، تحركات مثالية لهذا اللاعب. يا سلام يا موسى، كرة عرضية لكن تبعد تعود فلسطينيا، تبقى على مشارف منطقة الجزاء ولكن من دون متابعة، من دون متابعة. كرة بينية انطلاق لكن بهاء أوردات في التغطية المثالية في خط المنتصف. هذا هو واجب اللاعب الذي يلعب في لاعب الارتكاز، هذا هو دور لاعب الارتكاز، أن تقطع الكرة قبل وصولها إلى المدافع وقبل وصولها إلى حارس المرمى. محمد خليل إلى هاني عبد الله إلى محمد خليل من جديد. كرة طويلة من دون عنوان، كانت يبحث عن اللاعب محمود يوسف لكن الكرة الماضية كانت بدون عنوان. اللاعب سرثاك إلى الجهة اليمنى، أمي أمي أعاد الكرة إلى سرثاك، يحول الكرة إلى الجهة اليسرى، يضع اللاعب زميله في مأزق ولكن يسيطر على الكرة لكن عادت فلسطينية، الكرة تصبح رميتها بس. كما ذكرت أن قبل هذا اللقاء كان هناك لقاء الإمارات وأفغانستان وانتهى ذلك اللقاء بفوز الإمارات الشقيق بثلاثية نظيفة، وسيكون هناك لقاء للمنتخب الوطني الفلسطيني أمام المنتخب الأفغاني يوم الأحد، وسينهي المنتخب الوطني الفلسطيني هذه التصفيات بلقاء الأبيض الإماراتي هناك على الملعب الجامعة الأمريكية في جنين يوم الثلاثاء القادم. هذه يا سلام يا لعيب يا لعيب يا لعيب، الله عليك يا محمد، يا سلام عليك يا محمد يا عبيد، ولكن لم تكملها في المرمى، مراوغة ولا أحلى، مراوغة ولا أجمل من قبل اللاعب محمد عبيد بالرقم 15، ولكن لم يكمل الدور الكبير الذي قام به هذا اللاعب وصوب الكرة نحو المرمى، لكن كانت ضعيفة وكان يبحث عن زميله وعن ما هو في التمريرة الماضية، ولكن كان يحتاج إلى دقة أكبر وكان يحتاج إلى أن يكون أناني أكثر في الكرة الماضية. الكرة عادت، معلش فرصة ضاعت ولكن فرصة ستأتي بإذن الله تعالى، وهذا سيكون قادم فلسطيني بإذن الله تعالى. هذه محاولة، يا سلام على التنقلات، مر الكرة، نعم لمسة أولى ولكن تأخر كثيرا لاعب محمد عبيد، أصبح يعتمد كثيرا على المهارة الفردية وهذا لن يخدم كثيرا الخطة الموضوعة من قبل المدرب أيمن صندوقة. أنا ألاحظ من طريقة اللعب للمنتخب الشباب الفلسطيني يعتمد كثيرا على التمريرات القصيرة وعلى فتح المسافات وخصوصا على التوغل من العمق، هذا ما لاحظته في خلال تقريبا نصف ساعة على بداية اللقاء. هذه تمريرة طويلة في عمق الدفاع الهندي، يحاول دائما الفداء الفلسطيني أن يضرب المنتخب الهندي في العمق، ولكن حتى الآن نجح في واحدة ونتمنى أن ينجح في المحاولات القادمة. الكرة في الجهة اليمنى لالينزوالا إلى خط المنتصف، ما في مينغ تانغا إلى الجهة اليسرى، نيشو يحاول في الجهة اليسرى، تمريرة إلى اليسار من ملعب اللقاء، يعود ويضطر العودة إلى الخلف إلى نيشو من جديد، يحول الكرة إلى الجهة اليمنى عند زميله اللاعب لالينزوالا، لكن الكرة تخرج تصبح ركلة ركنية هندية. استطاع اللاعب لالينزوالا أن يستفيد من اندفاع المدافع الفلسطيني فراس الشريف ليستفيد من ركلة ركنية، نعم يستفيد من ركلة ركنية الآن بهذا التوقيت. ركلة ركنية هندية عند اللاعب الهندي اللاعب لالام زمام زواوا، كرة عرضية رأسية ولكن إبعاد من قبل المدافع الفلسطيني بشكل ممتاز، هذه مرتدة نعم مر الكرة يا صديقي، نعم يمر كرة طويلة، يا سلام على المرتدة، يا سلام هذه محاولة، هو المرور روعة ولكن التمرير إلى أين يا عزيزي إلى أين؟ المرور ولا أروع كان ولا أجمل، ولكن تسرع في التمرير بهذه الطريقة، وضع الكرة خلف المهاجم ولم يضعها أمام المهاجم، وهذا ما جعل الكرة أو جعل الهجمة تفشل في نهاية المطاف لتعود هندية. كان في الإمكان أفضل من مكان ولكن في المرتدة الفلسطينية يعني كانت مثالية سريعة، هذا ما دائما ما تحتاجه المرتدة، السرعة، واللاعب عندما أراد أن يكون سريعا
نسي أن يكون دقيقا. راوغ اللاعب بشكل مثالي، انطلق في سبرنت ممتاز، ولكن التمريرة كانت تحتاج إلى دقة لكي تكون أمام اللاعب وليس خلف اللاعب المتقدم. رامي التماس، نيشو لاعب الهندي بالرقم 4. رامي التماس لصالح المنتخب الهندي، تبقى الكرة بحوزة اللاعب نيشو المدافع الأيسر. هذه محاولة من جديد، تغطية مثالية من قبل اللاعب لطفي محميد كابتن الفريق في خط المنتصف. يعود الكرة إلى الخلف إلى كيما، كيما إلى الجهة اليمنى إلى أمي. محاولات هندية لتعويض النتيجة، وحتى الآن إغلاق كل المنافذ الفلسطينية أمام الهجوم الهندي. تمريرة في المنتصف، تمريرات مثالية، كرة في العمق ولكن تغطية من قبل اللاعب محميد. عادت عند اللاعب بهاء وردات، يعود الكرة لحارس المرمى إلى أحمد أبو حمام بهدوء إلى اللاعب موسى فراوي. موسى فراوي كرة طويلة، تهيئة الكرة إلى اللاعب العصا، محاولة من اللاعب العصا محمد العصا، يمر اللاعب محمد العصا لكن أيضا وجود رقابة بشكل مثالي على هذا اللاعب من قبل المدافع الهندي. تعود هندية في الجهة اليمنى، تحدث عن مدى استفادة هذا المنتخب من المعسكر الذي كان في قطر في 25 من أغسطس. كان هناك معسكر استفاد منه كثيرا هذا المنتخب، منتخب الشباب، لوضع اللمسات الأخيرة قبل خوض هذه التصفيات، لأن استطاع أن يضع التشكيلات المثالية، وأيضا استطاع المدرب أيمن صندوق أن يستفيد من وضع الفريق بتفاهم كبير، وهذا ما نشهده حتى الآن على أرضية الميدان. في الأمس القريب أيضا كان هناك مشاركة المنتخب الأولمبي الفلسطيني برفقة الكابتن عبد الفتاح عرار هناك في بطولة غرب آسيا التي تقام في قطر، وكانت هناك خسارة وأداء كان نوعا ما غير مرضي للشارع الفلسطيني عما شاهده من ذلك المنتخب الأولمبي الفلسطيني، والخسارة أمام قطر بثلاثية نظيفة. الموضوع ليس بالخسارة كان قدر ما كان، صراحة بالأداء الضعيف لذلك المنتخب في ذلك اللقاء. هذه محاولة هندية خطيرة خطيرا هذه الكرة، ولكن ممتاز يا عيني عليك يا عيني عليك، بدون أي فلسفة اللاعب محمد خليل يقوم بإبعاد الكرة الماضية بدون أي فلسفة، يبعد الكرة بمهارة وبكل روعة. نتمنى طبعا التوفيق للمنتخب الأولمبي الفلسطيني. عبد الفتاح على القادر بحنكة هذا الرجل وبقدرة هذا الرجل وخبرته على أن يصلح الأمور في المنتخب الأولمبي الفلسطيني بعد الخسارة أمام قطر بثلاثية نظيفة. هذه محاولة كرة عرضية لكن إبعاد، يا عيني عليك يا موسى يا فراوي، يا عيني عليك يا عيني عليك يا عيني عليك. ممتاز هذا اللاعب، كرة تمرر إلى الجهة اليمنى، انطلاقة في اليمين، محاولة اللاعب محمود يوسف يعرض كرة لكن ركلة ركنية فلسطينية. لاعب محمود يوسف وصاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء حتى الآن. وصلنا وإياكم إلى الدقيقة 35 وركلة ركنية فلسطينية في هذا التوقيت. هل من هدف ثاني يريح الأعصاب أيها الفدائي؟ ركلة ركنية بالقدم اليسرى هذه المرة، كرة عرضية بحث عن رأسية، هل تأتي الرأسية؟ دربك أمام المرمى، محاولة من جديد، الكرة عادت عند اللاعب هاني عبد الله، هاني من جديد الكرة إلى اللاعب فراس، كرة طويلة لكن من دون أي عنوان من قبل اللاعب فراس الشريف، من دون أي عنوان، سهل عند حارس المرمى سوجاديف. الكرة في اليسار، الهنود ما زالوا يبحثون عن تعويض النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، وحتى الآن الفدائي الفلسطيني يستطيع أن يمنع الهنود من الوصول إلى المرمى. الكرة عادت إلى اليمين من ملعب اللقاء عند اللاعب أمي إلى اللاعب كيما إلى خط المنتصف إلى اللاعب لال رام زواوا. كرة تقطع، وجود تغطية من قبل اللاعب لطفي محميد يبعد الكرة عند اللاعب محمد العصا. شهاب القنبر يستحوذ على الكرة، شهاب لاعب جبل المكبر انطلق القنبر يحاول ينتظر زميل، شهاب بالكعب يستفيد من خطأ اللاعب شهاب القنبر في مكان مثالي
في مكان مثالي. ركلة حرة ثابتة وإصابة للاعب شهاب القنبر، سلامات لهذا اللاعب. سلامات لهذا اللاعب شهاب القنبر، نتمنى السلامة. عند اللاعب رقم 11 اللاعب شهاب القنبر، سلامات. لاعب جبل المكبر، لاعب واعد، لاعب شاب. ركلة حرة ثابتة في الجهة اليسرى من ملعب اللقاء. ركلة حرة ثابتة في هذا التوقيت، هل يأتي بخبر صار؟ هل نشاهد الهدف الثاني؟ هل نشاهد الهدف الثاني للمنتخب الفدائي؟ ركلة حرة ثابتة عند لاعبين، واحدة باليسار وواحدة باليمنى. محمد عبيد، نعم محمد عبيد يرسل كرة عرضية لكن بعيدة 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 يا محمد عبيد، بعيدة كل البعد. عليك أن تكون أكثر دقة في إرسال الكرة العرضية بهذه الطريقة، لأنك تمتلك لاعبين طوال القامة أمانة في هذا الفداء الفلسطيني. اللاعب شهاب القنبر، اللاعب لطفي محميد، محمد خليل، وموسى فراوي، يعني هناك أسماء، ومحمد أيضا حتى محمود يوسف الذي سجل الهدف. هناك لاعبين يتمتعون بالطول، ولماذا لا نستفيد من هذه الميزة ومن هذه الخاصية لدى لاعبينا بالاستفادة من الكرة العرضية؟ لذلك على اللاعب الذي سيقوم ب إرسال الكرات العرضية عليه أن تكون لديه القدرة الكبيرة على إرسال كرات مثالية مثالية حتى نستفيد من هذه الكرات. هناك محاولة، هناك إصابة لأحد اللاعبين، سلامات. هناك إصابة للاعب من؟ يا ساتر يا ستار، أستر يا ستار، لطفي محميد برقم ثلاثة. إصابة للاعب لطفي محميد، نتمنى أن تكون الإصابة طفيفة، ولكن المعالج الطبيعي يدخل الآن للكشف على اللاعب إذا كان في الإمكان الاستمرار أم ماذا. هنا أذكر المدراء الهندية للاعبين للمنتخب الهندي. يستفيد الآن المدرب الانجليزي، طبعا هو مدرب انجليزي لكن هو مدرب المنتخب الهندي، لي يستفيد من هذا التوقيت لاعطاء التعليمات للاعبيه في عمليه بذل مجهود كبير للعوده في النتيجه من جديد في هذا اللقاء. وطبعا حتى الان اللعب متوقف من قبل حكم اللقاء، الحكم يوسف المرزوق الحكم الكويتي، وكما ذكرت انه يساعده الحكم الكويتي الاخر يعقوب المطيري، والحكم الثالث هو علي محمد الحساني من اليمن، والحكم الرابع هو الحكم القطري خميس المري. الحكم يطلب باستئناف اللعب من جديد. وصلنا وإياكم لآخر خمس دقائق من أحداث الوقت الأصلي من هذا اللقاء، لقاء تصفيات كأس آسيا للشباب التي تستضيفها فلسطين. هنا خطأ، خطأ قاتل كاد أن يتسبب في هدف التعادل للمنتخب الهندي. أي خطأ قاتل من اللاعب الفلسطيني في هذا التوقيت، خطأ قاتل وكاد أن يكلفنا هدف قاتل. هذه محاولة انطلاقا، يجب أن نسجل الثاني، يجب أن نسجل الثاني إذا أردنا أن نضمن الفوز في هذا اللقاء. نعم كاد المنتخب الهندي أن يعود في هذا اللقاء لولا براعة الحارس أحمد أبو حمام. ممتاز يا أحمد يا أبو حمام، سأعطيك الحق في التعليق، لن أنساك، أنا كنت مشغولا كثيرا بالخطأ الكبير من المدافع الفلسطيني، ولكن سأعطيك الحق بأنك تألقت في إمساك الكرة. هذه محاولة، هذه كرة عرضية لولبية، ولكن الكرة مرت من الجميع لتصبح ركلة مرمى، ركلة مرمى عند الحارس زوجديف الحارس الهندي في هذا اللقاء. هناك تبديل اضطراري، نعم هناك تبديل اضطراري، يخرج اللاعب رقم 3 ويدخل اللاعب رقم 26. من سيدخل؟ اللاعب خالد القواسمي، يدخل اللاعب خالد القواسمي
ويخرج اللاعب لطفي محميد. يبدو أن الإصابة قد أثرت كثيرا على اللاعب لطفي محميد. وخالد القواسمي يدخل بالرقم 26. هذه محاولة فلسطينية انطلاقة ممتازة، يا سلام على الانطلاقة، محاولة في الجهة اليمنى، أسرع يا صديقي، هذه محاولة، الكرة في اليمين، الكرة في الجهة اليمنى من جديد، عند اللاعب يوسف، خلاص موتها، مات الكرة خلاص، هذه محاولة من جديد، يحاول المرور. يعني كل المنتخب الهندي عاد لمكانه، وكل اللاعبين عادوا لمكانهم، واستحوذت على الكرة بشكل مبالغ فيه يا محمود يا يوسف، وكان في الإمكان أن تمرر، أن تمرر لزميلك حتى تصبح الكرة أكثر سرعة وأكثر خطورة. معلش الكرة، سجلت هدف النعم، وكان في الإمكانك أن تصنع الهدف الثاني. ركلة ركنية فلسطينية في هذا التوقيت. طبعا خالد قواسم يلعب مع أبناء القدس، لاعب مدافع يلعب مع أبناء القدس. هذه كرة ركنية، محاولة، كرة رأسية، لكن الكرة تقطع من جديد، عادت على مشارف منطقة الجزاء عند اللاعب خالد قواسمي. يا سلام يا خالد، منذ اللمسة الأولى، هذه محاولة، الكرة مرة تصبح رمية تماس فلسطينية. وصلنا وإياكم إلى آخر دقيقتين من أحداث الوقت الأصلي من هذا اللقاء. المحاولة من جديد، انطلاقة، لكن رمي التماس فلسطينيا في الجهة اليسرى عند لاعب فراس الشريف. تبديل اضطراري إذن للمدرب أيمن صندوقة بخروج اللاعب لطفي محميد ودخول خالد قواسمي. أيا كان سيلعب في ملعب اللقاء، كلنا ثقة في كل اللاعبين، لطفي محميد، خالد قواسمي، أيا كان من سيلعب، بالنهاية هو سيمثل فلسطين. انطلاقة في اليسار، محاولة المرور تبقى خطيرة للفداء الفلسطيني، الحكم يعطي الأفضلية كان في البداية لكن لم يعد إلى مكان الخطأ. انطلاقة في الجهة اليسرى، قطعت الكرة، محاولات إلى اليمين من المنتخب الهندي، العودة إلى الخلف، ترميلة في عمق الدفاع، تغطية مثالية عادت عند المنتخب الهندي إلى اللاعب أمي. أمي يحاول إلى خط المنتصف، إلى زبالة، من جديد الكرة، لكن قطع الكرة، بهاء أوردات، ممتاز يا بهاء، هذا المر، يا ولد يا لعيب، انطلاقة، يا سلام، يا ولد، أسرع، ولكن الكرة لم يستطع أن يلحق بها المهاجم، ولكن يا لعيب يا محمد يا عصر، يا فنان بالرقم 25 ايضا يقطع الكرة، هذه محاولة، هذه تصويب، ولكن الكرة تصبح ركلة مرمى، ودقيقتين تحتسب كوقت بدل ضائع لاحداث الشوط الاول، ولكن قام بمجهود رائع بعد المرور، قام بالتمرير، ولكن المهاجم محمود يوسف لم يستطع في اللحاق في الكرة الماضية، عادت الكرة عند اللاعب محمد العصر برقم 25، كرة عرضية، ولكن ابعاد من حارس المرمى، تبقى خطيرة، حارس المرمى على دفعتين، تبقى خطيرة، الكرة ما زالت عند الفدائي، يلا يا شباب، الثاني قبل نهاية الشوط الأول، الكرة ما زالت، محاولات من جديد، انطلاقا، البحث عرضيا، تأتي الكرة الآن عند هاني عبد الله، هاني يمرر من جديد، الكرات عند اللاعب خالد القواسمي، خالد يحاول، الكرة في اليسار، يلحق بالكرة، يا سلام يا خالد، يا سلام يا لعيب، يا سلام، ولكن الكرة تصبح في النهاية رمية التماس. ممتاز، هذا الأداء ممتاز، شاهدنا بعض اللقطات فيها من الفنيات الشيء الكثير، وتشعر أن هناك أيضا نوع من التفاهم في بعض اللقطات. هذه الكرة محاولات إلى الجهة اليسرى، انطلاقا عند اللاعب فراس، يا لعيب يا فراس، لكن الكرة خاطئة، لكن تغطية ممتازة، عادت إلى فراس، لاعب الأهلي، اللاعب الظاهرية بهاء أوردات، بهاء تمريرة خاطئة من بهاء أوردات، خاطئ التمريرة الماضية من بهاء أوردات، رمية تماس عند المنتخب الهندي. وصلنا تقريبا لنهاية الشوط الأول، الكرة في وسط الميدان، نعيش آخر الثواني من أحداث الشوط الأول قبل الذهاب إلى الاستراحة وانتظار الشوط الثاني، وما زال المنتخب الوطني الفلسطيني متقدم
بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب محمود يوسف في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول. الكرة طويلة من المنتخب الهندي، تغطية مثالية من اللاعب فراس الشريف، وهنا تأتي صافرة السيد الحكم حكم هذا اللقاء يوسف المرزوق الحكم الكويتي، معلن نهاية أحداث الشوط الأول بتقدم الفداء الفلسطيني بهدف مقابل لا شيء سجل اللاعب محمود يوسف. تقبلوا تحياتي معلق هذا اللقاء سامي أبو ستيني. سنذهب إلى استراحة قصيرة ثم سنعود للتعليق على أحداث الشوط الثاني، فتفضلوا بالبقاء معنا. عليكم ورحمة من الله تعالى وبركاته، أهلا بكم عبر قناة فلسطين الرياضية للتعليق على أحداث الشوط الثاني في اللقاء الذي يجمع المنتخب الهندي والمنتخب الوطني الفلسطيني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس آسيا للشباب تحت 19 عاما. هنا اللقاء الذي تجري أحداثه على ملعب الشهيد فيصل الحسيني، والذي تجري طبعا هذه التصفيات ضمن هذه المجموعة في الأراضي الفلسطينية وفي دولة فلسطين. وهنا يبدأ الشوط الثاني بعدما انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الوطني الفلسطيني بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب محمود يوسف. الآن نعود لأحداث الشوط الثاني وما سيكون من ردة فعل المنتخب الهندي أم تأكيد التفوق بالنسبة للفداء الفلسطيني. تلعب الكرة في وسط الميدان، محاولات عند المنتخب الهندي إلى الجهة اليمنى، انطلاقة في يمينك الكرة تدور تصبح ريم التماس فلسطينيا. بداية تقبلوا تحياتي معلق هذا اللقاء سامي أبو سنيني، أتمنى كما تمنى بالفعل أن نشاهد شوطا ثانيا جميلا ممتعا في عالم كرة القدم، وحتى نستمتع وإياكم في هذه المباراة، وفي النهاية لن نستمتع إلا إذا كان طبعا المنتخب الوطني الفلسطيني هو المنتصر في الثلاث نقاط بالنسبة لهذه التصفيات. الآن محاولة الكرة انطلاقة في وسط الميدان، محاولات موجودة لكن الكرة خاطئة قطعت من قبل لاعب محمد عبيد. الكرة مرة جديد في خط المنتصف، وجود ضغط كبير من قبل لاعبي خط الوسط الهندي على لاعبي المنتصف بالنسبة للمنتخب الوطني الفلسطيني. كان هناك طبعا تبديل في الشوط الأول اضطراري كان للمنتخب الوطني الفلسطيني بخروج اللاعب لطفي محميد ودخول اللاعب خالد القواسمي. هذه محاولة لكن سهل عند الحارس سجديف. تشكيلة كلا الفريقين، المنتخب الهندي في حراسة المرمى سجديف، نيشو في الدفاع، كيما سرثاك أمي رباعي خط الدفاع. بالنسبة لخط الوسط مالسوم زوالا، لال رام زواوا، ومافي مينغ تانغا راكيش، ولالين زوالا. وفي خط المقدمة دانييل، في حين فريق المنتخب أو المنتخب الوطني الفلسطيني يلعب بالتشكيلة التالية، أحمد أبو حمام في حراسة المرمى، في الدفاع موسى فراوي، محمد خليل، وخالد القواسمي، فراس الشريف، في الارتكاز هاني عبد الله بهاء وردات، وفي المنتصف محمد عبيد، شهاب القنبر، محمد العصا، وفي خط المقدم محمود يوسف. هذه محاولة هندية الآن، ركلة حرة ثابتة بحثا عن رأسيا، الكرة الرأسية العالية تبعد من قبل المدافع الفلسطيني، الكرات الهوائية أشعر أنها فلسطينية أفضل. هذه محاولة ولكن تغطية مثالية من أبو حمام. أبو حمام طار ولكن ليس كالحمام بل كالنسر كالصقر في الكرة الماضية، أبعد الكرة الماضية لتصبح عند المنتخب الهندي. هذه محاولات، فرصة خطيرة هندية كانت، عادت في خط المنتصف، تمريرة إلى الجهة اليمنى، فتح الكرة إلى اليمين، هذه كرة مثالية، كرة عرضية بحثا عن متابعة رأسية، هذه خطيرة ولكن أبو حمام بالوقت المثالي وبالتوقيت المثالي أبعد الكرة الماضية لتصبح عند الحارس أبو حمام. محاولة هندية في أول
أربع دقائق من أحداث الشوط الثاني حتى النتيجة على حالها بدون على حالها بهدف مقابل لا شيء للمنتخب الفلسطيني. الكرة استقبال سيء، محاولات جديدة عند اللاعب محمود، محمود يمر الكرة في العمق، انطلاق يا شهاب، شهاب القنبر، شهاب يمر، شهاب يستحوذ على الكرة، ينتظر شهاب، تباطأ شهاب كثيرا، تباطأ كثيرا شهاب، كرة بنية، يا سلام يا شهاب، يا ولد يا لعيب، أوه. الحكم ماذا يشير؟ ركلة جزاء أم خطأ؟ لم أشاهد الحكم إلى ماذا أشار؟ الحكم أشار ربما إلى خطأ وليس ركلة جزاء. نعم إعاقة كانت واضحة بعد مرور، ولا أروع يا محمد يا عصا، ولا أروع يا محمد يا عصا لاعب نادي شباب العبدين. نعم هناك خطأ في مكان مثالي، مكان مثالي، خطأ في مكان مثالي بالنسبة للمنتخب الشباب الفلسطيني، ولكن مرور رائع وانطلاقة ممتازة، والآن بحثا عن رأسيا الآن طوال القامة سيتقدمون إلى منطقة الجزاء. نعم سيتقدم شهاب، سيتقدم محمد خليل، سيتقدم ربما موسى الفراوي، عدة لاعبين أصحاب طوال القامة بالنسبة للمنتخب الفلسطيني الشاب يستطيعون أن أو يجدون لعب الكرة الهوائية. الآن محاولة الكرة عند محمد العصام أو محمد عبيد، لاعبين على تنفيذ الكرة الثابتة، الكرة من سينفذها؟ هذه محاولة من جديد عند محمد عبيد، هذه تمريرة إلى خارج منطقة الجزاء لكن كانت واضحة من قبل اللاعب الهندي، هذه محاولة أيضا لكن الكرة كانت هناك رايا واتسل، رايا واتسل على لاعب المنتخب منتخب الشباب الفلسطيني. الكرة في الجهات اليسرى، رمي التماس هندية عند اللاعب نيشو بالرقم 4، يلعب الكرة السريعة إلى اللاعب ركيش، كرة عميقة في العمق لكن بثقة ممتازة اللاعب محمد خليل كابتن المنتخب الفلسطيني للشاب، عادت للقواسمي، كرة وفتح الكرة بشكل مثالي عند فراوي، موسى فراوي، لكن الكرة كانت صعبة على موسى ولم يستحوذ على الكرة بشكل مثالي، تصبح رمية تماس هندية، الكرة مقطوعة، عادت هندية من جديد إلى الجهة اليسرى، فتح الكرة بالطريقة المثالية لكن استقبال سيء، يجب أن نكون مركزين بشكل أكبر، تعليمات أيمن صندوق يجب أن تكون على التركيز على التمرير بالشكل المثالي، خاطئ من قبل الدفاع الهندي، هناك مشكلة في الدفاع الهندي. نعم والدليل على ذلك أننا سجلنا هدف من خطأ دفاعي هندي، يعني لو استطعنا أن نركز على لاعبي العمق الاثنين المتمركزين في الدفاع ممكن أن نصنع الفوارق أكثر لهذا المنتخب. هذه محاولة، هذه تصويبة، تسرع كبير من قبل لاعب محمود يوسف صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء. محمود يوسف منذ أن سجل الهدف وبعد ذلك غاب تماما عن اللقاء، ويبدو أن التركيز قد خرج من فكر هذا اللاعب، يعني أتمنى أن يكون هناك تبديلات أكثر تأثيرا في خط المنتصف وفي خط المقدمة بالنسبة للمنتخب الوطني الفلسطيني. هذه محاولة، الكرة مقطوعة من عدم وجود مساندة أيضا من قبل اللاعبي الوسط، هذه كرة طويلة عادت من قبل لاعب فراس الشريف، طويلة من فراس، الكرة عند اللاعب أمي بلمسة أولى يبعد الكرة في خط المنتصف، تدخل، لاحظ هنا عدم التفاهم، لاحظ هنا عدم التفاهم، لاحظ هنا عدم التفاهم، ماذا صنع للمنتخب الوطني الفلسطيني؟ صنع مأزق كبير، صعب الموقف كثيرا على زميله لاعب، يعني اللاعب عندما تقاتل على الكرة كل لاعب حاول أن يأخذ الكرة بطريقته ولم يتح اللاعب لزميله بأن يتصرف بالكرة بالطريقة المثالية، سبب مشكلة، وهذا ما أعطى الفرصة للاعب الهندي باستحواذ الكرة والذهاب بها نحو المرمى. لكن الكرة عادت في خط المنتصف، تانجا لمسة أولى ممتازة هذه الكرة، لكن تدخل مثالي أيضا من قبل محمد خليل، مستحيل هذا اللاعب، يا سلام على هذا اللاعب محمد خليل، لاعب بإمكانيات كبيرة. من جديد
الكرة للخلف إلى الجهة اليسرى، تمريرة تقطع من قبل بهاء وردات، انطلاقة من بهاء، تأخر فيها بهاء، عادت الكرة إلى القواسمي، كرة طولية في العمق، هذه المرة يغطي مدافع الهندي بشكل مثالي، عادت عند فراس الشريف، الحكم لا يحتسب أي شيء، الكرة في خط المنتصف، ضغط من قبل لاعب محمد عبيد لاعب نادي الهلال المقدسي، لاعب بإمكانيات كبيرة أيضا هذا اللاعب محمد عبيد. يمتاز بالسرعة وبالمهارة الفنية العالية. الكرة عادت، انطلقت الكرة عند المنتخب الهندي، ولاحظ أن المنتخب الهندي أصبح يتقدم أكثر، أصبح يصل أكثر، وممكن أن يعدل النتيجة. هذه خطيرة ولكن سهلة هذه المرة. سهلة عند أحمد أبو حمام، على المنتخب الوطني الفلسطيني أن يسجل الثاني. يجب أن نسجل الثاني حتى يعني كما يقولون أن لا تنام بين القبور ولا تشاهد منامات سيئة. عليك أن تنهي الأمور، عليك أن تحسم الأمور في هذه الدقائق حتى أن لا تتفاجأ بهدف التعادل يأتيك مثلا في وقت قاتل. لذلك أتمنى أن نهاجم أكثر، أن نصل أكثر، أن نعمل أكثر في ملعب اللقاء. تمريرة من اللاعب بهاء وردات، أبو حمام، مقطوع الكرة عند المنتخب الهندي، انطلاقة تمريرة كان تسرع فيها من قبل لاعب دانييل، قطع الكرة اللاعب أمي، أحمد أبو حمام ماذا تفعل؟ تضيع الوقت، ما زال مبكرا يا عزيزي، نحن الآن في الدقيقة 55 وما زال هناك 35 دقيقة تقريبا على نهاية المباراة، ومن المبكر أن نضيع الوقت بهذه الطريقة. يعني ممكن وجهة نظر لكن يعني من المبكر تضيع وقت بهذه الطريقة وبهذا العمر من اللقاء، يعني لن يصنع لك الفريق الشيء الكثير. هذه محاولة، الكرة في وسط الميدان عند اللاعب رقم 14 مالسوم زولا، إلى خط المنتصف إلى الجهة اليمنى عند اللاعب أمي. أمي يحاول، انطلق أمي لكن تقطع الكرة بشكل مثالي من اللاعب محمد العصر إلى اللاعب محمود يوسف. يعني أتوقع أن يقوم المدرب بإخراج اللاعب محمود يوسف، لا أدري من سيكون اللاعب البديل، ولكن يعني في خط المقدمة اللاعب محمود يوسف كان يصنع الفارق في الشوط الأول، لكن في الشوط الثاني لا أشاهد منه ما شاهدته في الشوط الأول. هناك تبديل، من اللاعب الذي سيخرج ومن اللاعب الذي سيدخل؟ هناك اللاعب رقم 2 يستعد للدخول بالنسبة للمنتخب الوطني الفلسطيني، هو اللاعب عدي دباغ. إذن عدي دباغ هو لاعب مدافع يلعب مع هلال القدس، هو من سيستعد للنزول. هذه محاولة خطيرة، الحكم أشار وجود تسلل، سيخرج اللاعب رقم 25 اللاعب محمد العصام، وسيدخل اللاعب عدي الدباغ. عدي الدباغ على ما يبدو أن المدرب أيمن صدوقة سيقوم بعملية وضع اللاعب أيمن الدباغ في عمق الدفاع، وسيعود اللاعب القواسمي خالد القواسمي إلى خط المنتصف كبديل إلى اللاعب محمد العصر. لكن لا، على ما يبدو أيمن الدباغ على ما يبدو أن اللاعب عدي الدباغ سيلعب في خط الوسط. إذن عدي الدباغ اللاعب البديل برقم 2 في صفوف المنتخب الوطني الفلسطيني، وطبعا هو تبديل ثاني بالنسبه للمدرب ايمن صندوقه. اتمنى ان يصنع الفارق هذا اللاعب، هذه الكره مرتده خطيره، لكن وجود حاله تسلل على اللاعب ركيش وقع في مصيده التسلل في اللقطه الماضيه. الكره في الجهه اليمنى، كره بينيه، عدي الدباغ بالرأس ما زال يقطع الكرة، يلحق بالكرة بشكل مثالي اللاعب محمود يوسف. رمي التمات جانبية إلى حارس الأمر، هنا المدرب أيمن صندوق. نعم، نجاح كبير لهذا المدرب برفقة هذا المنتخب الشعب.
رمي التمات جانبيا. عند اللاعب فراس الشريف تلعب رمية التماس، لكن الكرة تطول، هذه محاولة ولكن الحارس الهندي يتدخل لإبعاد الخطورة عن مرمى المنتخب الهندي. وصلنا وإياكم إلى الدقيقة 59 ونعيش وإياكم الدقيقة 60 من هذا اللقاء، لقاء المنتخب الهندي أمام المنتخب الفلسطيني للشباب تحت 19 عاما والمؤهل إلى كأس آسيا، تصفيات التي تقام تصفيات هذه المجموعة في دولة فلسطين. الحكم الكويتي المرزوق يتحدث مع اللاعب عدي الدباغ، اللاعب الذي نزل بديلا منذ قليل للاعب محمد العصر. الكرة تقطع، ممتاز يا عدي، يلا يا عدي، عدي الدباغ، عدي يحاول، عدي يمرر، لكن الكرة بعيدة 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 من عدي الدباغ على لاعب شهاب القنبر. لم يكن هناك تفاهم ما بين اللاعبين في الكرة الماضية. ركلة مرمى طويلة، الكرة عادت من جديد إلى خط المنتصف، رمية تماس فلسطينية، الكرة طارت على اللاعب أمي في الكرة الماضية، الكرة عادت فلسطينية إلى عدي الدباغ إلى اللاعب محمود يوسف، انطلق محمود في اليسار، مرة محمود يحاول في الكرة، الحكم ماذا يشير؟ يشير إلى الكرة قد خرجت من على خط المرمى كما أشار المساعد في الكرة الماضية. الكرة عادت، تمريرة إلى اليمين، محاولة كرة عرضية، يا سلام على التمريرة، يا سلام، هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، ولكن ممتاز يا عيني عليك، ما خيب ظني فيك يا موسى يا فراوي، ما خيب ظني فيك يا موسى يا فراوي، والله لاعب مثال، ممتاز هذا اللاعب، ممتاز هذا اللاعب، راقبوا هذا اللاعب جيدا واقتنعوا واعلموا علم اليقين أنه مستقبل كبير ينتظر هذا اللاعب، ظهير عصري، ظهير عصري، ليس فقط دفاعيا وحتى أيضا هجوميا يتوغل، ولكن حتى الآن يبدو أن التعليمات من أيمن صندوقة بإغلاق المنافذ الدفاعية أكثر من إتاحة الفرصة لهذا اللاعب بالتقدم إلى خط المقدمة. الكرة عادت إلى وسط الميدان، التمريرة كانت خاطئة من جديد في خط الوسط، هذه خطأ، خطأ دفاعي قاتل المنتخب الهندي، انطلاقة، يلا يا محمود، يلا يا محمود، تمريرة من محمود يوسف، ولكن الكرة عادت والحكم يشير خطأ، نعم خطأ لمصلحة المنتخب الفدائي الفلسطيني في هذا التوقيت بعد إعاقة ضد اللاعب محمود يوسف صاحب الهدف الوحيد في هذا اللقاء. محمود يوسف يعني يتحصل على خطأ في مكان ربما ينتظره اللاعب محمد عبد. هنا أسامة أبو علي مساعد المدرب، خطأ في مكان ممتاز وأكثر من ممتاز للمنتخب الفدائي الفلسطيني. شهاب القنبر سينتظر إحدى الكرات العرضية لوضع الكرة بالرأس داخل المرمى، كرة عند اللاعب محمد عبيد، كرة عرضية إلى شهاب القنبر، راية وتسلل، ولكن كرة كانت خطيرة، كانت الكرة تصطدم في الرؤوس، ولكن في النهاية لم تعانق الشباك الكرة الماضية. الكرة محاولة من جديد، الكرة إبعاد من قبل اللاعب خالد القواسمي، رمية تماس، رمية تماس، إبعاد الكرة في خط المنتصف إلى بهاء، بهاء وردات، اللاعب شهاب، أهو من اللاعب؟ لا، اللاعب عدي، عدي دباغ، عدي يحاول، لكن إبعاد الكرة قبل أن تصل إلى اللاعب محمد عبيد، قطعت الكرة من أمامه، ركلة ركنية للفداء الفلسطيني. الآن نشاهد أن الفداء عاد من جديد
للاستحواذ على المباراة، والكرم أصبحت أكثر برفقة الفداء الفلسطيني بعدما فقدها نوعا ما في بعض الدقائق في هذا الشوط الثاني. هنا الكرة الآن، هنا الإعادة الماضية والرأسية التي كانت من قبل لاعب محمد خليل. كرة تلعب طويلة، هنا خطأ لمصلحة المنتخب الهندي. هنا الإعادة الماضية، هنا الرأسية التي كانت من شهاب الكنبر، وضع الكرة للاعب محمد خليل، لكن محمد خليل فشل في التعامل مع الكرة الماضية، ولكن أيضا كان محمد خليل يقف موقف المتسلل. هنا الجماهير الحاضرة التي تشجع المنتخب الفداء الفلسطيني، الجماهير الوفية، وما أجملها من جماهير كانت في لقاء الإمارات في التصفيات المؤهلة إلى المونديال وإلى كأس آسيا، التصفيات المزدوجة. ونتمنى أن نشاهد المنتخبات العربية الأخرى الحاضرة هنا في فلسطين، وأن لا يكون هناك التعنت الكبير لهذه المنتخبات بعدم القدوم إلى فلسطين. فلسطين تستحق منكم أكثر من ذلك، تستحق منكم أكثر حتى من القدوم إليها، ولكن نحن الآن نطلب منكم فقط القدوم، الزيارة، لعب كرة القدم، لا نطلب منكم أكثر من ذلك. الكرة في وسط الميدان، محاولة انطلاقة في الجهة اليسرى، تمريرة في الجهة اليسرى، ممتازة الكرة، ممتازة الكرة الماضية، محاولة انطلاقة، يلا يا ولد، يلا يا ولد، لاعب على لاعب ممكن أن يمر، محاولة يا ولد، يا لعيب، يا فنان، يا سلام على عرضيا، ولكن إبعاد الكرة ما زالت على منطقة الجزاء، على مشارف المنطقة، محاولة إبعاد الكرة عادت ثم عادت هنديا، بعد وجود طبعا كان هناك تبديل هندي بدخول اللاعب رقم 9 في صدور المنتخب الهندي ميلان، يدخل اللاعب ميلان بديلا للاعب رقم 24. هذه محاولة، يا سلام يا سلام على التمريرة، انطلاقة، يلا يا ولد، يلا يا ولد، يلا يا ولد، يا لعيب، أضاع الكرة بغرابة، أضاع الكرة بكل غرابة اللاعب محمود يوسف، كان في الإمكان أفضل مما كان، يا ولد يا لعيب، كان في الإمكان أن تفعل ما فعلته في الشوط الأول وتسجيل الهدف الأول، كان في الإمكان أن تسجل الهدف الثاني، لكن يبدو أن هناك راية وتسلل كان في البداية على لاعب محمود يوسف. لا لا ليس تسلل، أنا استغربت. على العموم كان هناك تبديل للمنتخب الهندي، اللاعب لالي زبالة، ودخول اللاعب رقم 9 ميلان، والله اسم ميلان أسهل، يعني خروج اللاعب رقم 24 من المنتخب الهندي لالين زبالة ودخول اللاعب ميلان. الكرة عادت، هنا الإعادة الماضية، راحت التمرير، راحت التمرير كانت من اللاعب عدي الدباغ، ممتازة التمرير كانت، وهنا حاول أن يضع الكرة من أسفل الحارس، ولكن الكرة كانت ضعيفة وقصيرة ولم تصل المرمى. الكرة عادت، انطلاقة في الجهة اليسرى، مر اللاعب من الأول والثاني، مر انطلاقة ممتاز، عرض كرة، هذه كرة عرضية، أوه ممتازة عرضيا، ولكن لم تكن هناك متابعة مثالية من اللاعب المتقدم في خط المقدمة. نعم اللاعب محمود يوسف يصبح ظهير أيسر، ونشاهد اللاعب شهاب القنبر يتقدم نوعا ما إلى خط المقدمة ليصبح رأس حربة متقدم بالنسبة للفداء الفلسطيني. الكرة مشتتة في خط المنتصف بهاء أوردات، يفشل في التعامل مع الكرة الماضية، عادت إلى الجهة اليمنى، تمريرة في خط المنتصف عند لاعب رقم 41 دال رام زوابع، أو لاعب عفوا مافي مينغ تانجا، رقم 41 مافي مينغ تانجا، يعني إذا بيكون هناك تبديل لهذا اللاعب ممكن أن نوعا ما أن يريحنا في التعليق من ذكر اسم هذا اللاعب. رمي التماس عند اللاعب فراس الشريف، هناك إصابة على ما يبدو لأحد لاعبي المنتخب الفداء الفلسطيني، ودخول المعالج أيوب شماسني، المعالج الطبيعي للمنتخب الفلسطيني للشباب،
الصبع لاعب موسى فراوي. عنا عليك باردة يا موسى يا فراوي. نتمنى أن لا تكون هناك أي إصابة لهذا اللاعب. لاعب نحتاجه كثيرا. لاعب بإمكانيات كبيرة. رمي التماس. تقطع الكرة. عادت. هناك خطأ كما يشير الحكم والمساعد لمصلحة المنتخب الهندي. وصلنا وياكم تقريبا إلى آخر 21 دقيقة متبقية لنهاية أحداث الشوط الثاني واللقاء، وما زالت النتيجة على حالها بتقدم المنتخب الفلسطيني بهدف مقابل لا شيء. كرة تلعب طويلة إلى الجهة اليمنى، محاولات موجودة من جديد، الكرة عادت عند لاعب بهاء وردات. بهاء يحاول، تأخر بهاء كثيرا، بهاء خارج التغطية في الشوط الثاني. الكرة عادت من جديد، محاولات موجودة، الكرة طويلة إلى خط المقدم للاعب شهاب القنبر. محاولات موجودة عند المنتخب الفلسطيني، انطلاقة، يلا يا ولد، يلا يا لعيب. هذه الكرة في الجهة اليمنى، من جديد في القدم اليسرى، محاولة فتح المسافة للتصويب، يصوب اللاعب بالقدم اليسرى، ولكن الكرة كانت ضعيفة. ضعيفة الكرة الماضي كانت من قبل اللاعب عدي الدباغ. لاعب الهلال المقدسي. 20 دقيقة متبقية على نهاية المباراة، هنا اللاعب هاني عبد الله بالرقم 7. خطر صلاح المنتخب الهندي كما شاء السيد الحكم يوسف المرزوق حكم هذا اللقاء. الكل يعلم ان في الاونه الاخيره في الشارع الفلسطيني لا حديث الا عن لقاء فلسطين امام الاخضر السعودي في التصفيات المؤهله إلى كأس العالم وإلى كأس آسيا، التصفيات المزدوجة. والشعب الفلسطيني والشارع الفلسطيني الغاضب كثيرا برفض المنتخب السعودي القدوم إلى فلسطين والمطالبة بلعب المباراة على أرض محايدة. هذه محاولة هندية لكن الكرة تقطع، ولكن نقول وما زلنا نقول أنه هذا حق فلسطيني، حق فلسطيني مشروع بأن يلعب المباراة على أرضه وبين الجميع. ما زلنا متمسكين كفلسطينيين بحقنا بأن نلعب هذا اللقاء في أرض فلسطين. هذه محاولة خطيرة لكن إبعاد الكرة لتصبح ركلة ركنية هندية. ما زلنا متمسكين، الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم ما زال متمسك، وكل الفلسطينيين ما زالوا يؤيدون هذا الاتحاد الفلسطيني ويؤيدون هذا القرار بالتمسك بعدم خوض اللقاء إلا على أرض فلسطين أو الفوز بالثلاث نقاط كفوز إداري بالنسبة للمنتخب الفلسطيني على المنتخب السعودي. ركلة ركنية، كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، تعود هندية من جديد، محاولة كرة عرضية لكن تبعد، تعود مرتدا، هل يستلم الكرة لكن قطعت مرة أخرى، قتال على الكرة في وسط الميدان، الكرة عادت عند اللاعب هاني عبد الله، تمريرة ممتازة من هاني بحثا عن سرعة اللاعب محمد عبيد، ولكن الكرة أصبحت رمية تماس. رمي التماس. عند اللاعب فراس الشريف. من جديد الكرة في الجهة اليسرى. نعيش وإياكم اللحظات المتبقية، 17 دقيقة متبقية على نهاية المباراة. والنتيجة على حالها، تقدم فلسطين بهدف مقابل لا شيء. أداء في خط المقدمة حتى الآن صراحة عشوائي كتعبير على هذا الأداء بالنسبة لمنتخبنا، وحتى المنتخب الهندي لا يقدم الكثير في خط المقدمة، ولكن أنا أعنى يعني كمعلق فلسطيني في المنتخب الوطني الفلسطيني، في الإمكان أفضل. يعني صراحة هناك هناك أمر ناقص في عملية اكتمال الهجمة الفلسطينية، هناك عملية صانع اللعب. يعني صراحة شهاب القنبر يعني توقعت انه يلعب في مركز غير مركز، يعني ان تلعب خلف المهاجم عليك ان تمتلك السرعة الكافية وايضا صناعة اللعب. يعني شهاب
قبر بطيء في عملية صناعة اللعب للاعبين المتقدمين في خط المقدمة. يعني لو كان شهاب القنبر يلعب في مركز آخر، مثلا يلعب في الجهة اليمنى، ربما سيعطي الإضافة الأكبر. هناك تبديل آخر، سيخرج اللاعب محمد عبيد وسيدخل اللاعب رقم 14. إذا محمد عبيد سيخرج وسيدخل اللاعب رقم 14 اللاعب إيهاب شاهين. طبعا هذا اللاعب سجل في مرمى السد القطري في المباراة الودية التي كانت هناك في قطر استعدادا لهذه التصفيات. إذا إيهاب شاهين آخر ورقات المدرب أيمن صندوقة بإخراج اللاعب محمد عبيد وإدخال إيهاب شاهين. الكرة في الجهة اليمنى، كرة عرضية رأسية، ترويض الكرة، لكن الكرة كانت بعيدة عن مرمى الحارس أحمد أبو حمد. ركلة مرمى عند الحارس أحمد أبو حمام. هناك بعض الرسائل من قبل الجماهير إلى المنتخب السعودي في التشجيع في هذا الملعب، ملعب الشهيد فيصل الحسيني، بالنسبة لنفس الموضوع، يطالبون بأن يأتون إلى هنا إلى فلسطين. المنتخب السعودي نتشرف بأن يأتي إلى فلسطين، نتشرف بكل الأشقاء العرب أن يزوروا فلسطين ويلعبوا في فلسطين. نحن نطالب كل المنتخبات العربية أن تأتي كما أتت الإمارات، أن تزور فلسطين كالبحرين والأردن وتونس، كلهم زاروا اليمن، كلهم زاروا فلسطين. وأتمنى من المنتخب السعودي أن يحذو حذو المنتخب الإماراتي بهذه الزيارة. الكرة في الجهة اليمنى، متابعة من إيهاب. يا ولد يا ولد يا إيهاب، الكرة عند اللاعب موسى فراوي، واحدة عرضية، موسى كرة عرضية من موسى فراوي، لكن الكرة ركلة ركنية فلسطينية. نتمنى بالفعل أن هذا الملف أن ينتهي في النهاية إلى ما فيه الخير للجميع، ونتمنى بالفعل أن نشاهد الأخضر السعودي يلعب هنا في فلسطين. وما لا يعلمه السعوديون أن هناك شعبية كبيرة للدوري السعودي في فلسطين، هناك من أشخاص كثيرين يشجعون الأندية السعودية كالهلال والاتحاد والنصر وأيضا الفرق الأخرى العريقة والأهلي السعودي. يعني هناك حتى أعرف كثير من أصدقاء يشجعون النصر، وكما يقول لي زميلي هنا، وأنا أيضا أشجع الاتحاد السعودي، أشجع العميد السعودي الاتحاد، وكم مرات فاز في دور الأبطال الآسيوي. وصراحة هناك متابعة كبيرة للدولة السعودية هنا في فلسطين، والفلسطينيين يعني يفضلون أن يشاهدوا السعوديين هنا في فلسطين، اللاعبين النجوم الذين يتابعونهم عبر الشاشات في الدوري السعودي وفي دوري أبطال آسيا، أن أيضا يشاهدون هنا في فلسطين. لا يوجد أي عذر بأن لا تأتي إلى فلسطين، لا يوجد أي عذر بأن لا تأتي إلى فلسطين. نتمنى أن نشاهد الأخضر السعودي في فلسطين، ونتمنى أن تستطيع الفيفا إقناع السعودية بالقدوم إلى فلسطين واستكمال التصفيات بالطريقة المثالية دون حدوث أي شوائب في هذه التصفيات. الكرة تلعب في خط المنتصف، الكرة انطلقت، تلعب رمية التماس طويلة، خاطئ الكرة الماضية عند المنتخب الهندي عند اللاعب رقم 8 لال رام زواوة. إلى الجهة اليسرى، وصلنا وإياكم إلى آخر 12 دقيقة تقريبا متبقية على نهاية اللقاء. زواوة من جديد، خاطئ الكرة، عادت مرتدة، لكن تغطي أيضا مثالية، الحكم يشير لاحتساب خطأ لمصلحة المنتخب الوطني الفلسطيني. عند لاعب محمد خليل كابتن الفريق، كابتن المنتخب الوطني، كرة طويلة من محمد خليل،
الى اللاعب هاني عبد الله. ممتازه من شهاب، يلا يا شهاب، تصويبه من شهاب، ولكن الكره لم تكن كما اراد شهاب. محاوله كان ممتازه للاعب شهاب القنبر، فعل كل شيء، المراوغه، المرور، لكن التصويب كان ينقص هذا اللاعب بالتصويب المثالي. رامي التماس، فراس الشريف لاعب الاهلي الخليلي، محاوله من جديد الى فراس، عاد كل عند فراس بالكعب الى اللاعب محمود من جديد، محمود يوسف، مراوغات، فاصل مهاري ممتاز من محمود يوسف، لكن بالغ في المراوغه، قطعت الكره، عادت هنديا الى الجهه اليسرى، مرتده سريعه، يجب ان يكون هناك خطا في هذا المكان حتى لا تصبح خطيره، اصبحت الكره خطيره الى الجهه اليسرى عند اللاعب البديل ميلان، لكن قطعت من ميلان، عادت هنديا من جديد لصالح المنتخب الهندي، تعود مرتدا الى اللاعب محمود يوسف، كره بينيه عميقه الى اللاعب شهاب القنبر، شهاب يحاول، شهاب يفشل في استلام الكره بشكل مثالي. يعني وجود اللاعب شهاب القنبر في خط المقدمه كلاعب وحيد لا اعتقد انه سيصلح للهجمات المرتده، اذا لاعب طويل وليس لديه السرعه الكافيه، عكس اللاعب محمود يوسف. يعني انا استغرب، ربما هناك خطة أخرى يقوم بلعبها المدرب أيمن صندوق، ولكن أستغرب وجود اللاعب مثل اللاعب شهاب القنبر، لاعب يستطيع أن يمرر، يضع الكرة، يصوب، لكن في عملية السرعة تحتاج اللاعب أسرع من اللاعب شهاب القنبر، يعني تحتاج اللاعب بسرعة اللاعب محمود يوسف مثلا، أو مثل اللاعب محمد عبيد، اللاعب البديل الذي خرج منذ قليل، الذي كان موجودا في أرضية الملعب، لكن تم استبداله باللاعب إيهاب شاهين. رامي التماس، 10 دقائق متبقية على نهاية اللقاء، الفوز فلسطيني حتى الآن، ونتمنى أن يبقى الفوز فلسطيني. الكرة عند اللاعب إيهاب شاهين، خاطئ من اللاعب إيهاب، عادت الكرة، كرة بينية عميقة في العمق، هذه خطيرة ولكن ممتاز يا أبو حمام، ممتاز يا أبو حمام، يخرج من المرمى بالشكل المثالي وبالتوقيت المثالي. الكرة عند اللاعب موسى فراوي، خاطئ الكرة من موسى، انطلاقة في الجهة اليسرى لكن تغطية في التوقيت أيضا المثالي قبل اللاعب إيهاب شاهين. الأسمر الآخر في صفوف المنتخب الفلسطيني، اللاعب إيهاب شاهين، هذه محاولة خطيرة، تبقى خطيرة ولكن راية وتسلل، ولكن أي ارتباك دفاعي، أي ارتباك وعدم تنظيم في اللقطة الماضية، كاد أن يعدل المنتخب الهندي في هذا التوقيت. كما ذكرت حتى الآن نحن لم نفز، حتى الآن لم نفز، لذا علينا أن ننهي الأمور بهدف ثاني حتى لا نندم على هذه الفرص التي تضيع علينا. لاحظ المنتخب الهندي ولاحظ العودة التي كانت ستكون للمنتخب الهندي، خروج اللاعب رقم 8 من المنتخب الهندي لال رام زواوا، إذا لال رام زواوا يخرج ويدخل اللاعب رقم 26 من المنتخب الهندي راي فينيت. إذا راي فينيت يدخل في هذا التوقيت. الكرة في الدفاع، طويلة الكرة الماضية عند اللاعب امي، لكن امي لا يستطيع التعامل مع الكره بالشكل المثالي. رمي التماس هنديا، والمطالبه رمي التماس فلسطيا، عادت سريعه هنديا، يجب ان نسجل الثاني قبل فوات الاوان. هذه محاوله عند اللاعب ابو حمام، اتمنى الا نندم في نهايه المطاف بعدم تسجيل الهدف الثاني. كره طويله، تمريره خاطئه من اللاعب هاني عبد الله، لم يقدم الكثير هاني عبد الله في هذا اللقاء، كنا ننتظر منه الاكثر للمنتخب الوطني، لكن اتمنى ان يقدم هذا المجهود ايضا في المباريات القادمه، نتمنى ان نشاهد مجهود اكبر بالنسبه للاعب هاني عبد الله ولبهاء وردات ولكل اللاعبين. رمي التماس طويلا على الطريقه الانجليزيه، كيف لا وهو المدرب الانجليزي، المدرب لي ومدرب المنتخب الهندي، كرة تمر إلى شهاب، يلا يا شهاب، محاولة، يا سلام على شهاب، يا سلام على التمرير، مر الكرة مرة أخرى، محاولة من جديد، الكرة عادت، كرة ممتازة مثالية، لا يوجد أي رأي، لا يوجد رأي،
الحكم يشير لوجود راي. الحكم يشير لوجود راي، احترم قرار الحكم، لكن توقعاتي ان الكره كانت سليمه ولم يكن في حاله تسلل. لكن نعود الى اجواء اللقاء، امور التحكيم اتركها لاهلها. عادت الكره من جديد عند المنتخب الهندي الى الجهه اليسرى عند اللاعب نيشو. نيشو يحاول يعود بالكره الى الخلف الى خط المنتصف. الى الجهه اليمنى عند اللاعب سرثاك. سرثاك يحاول، سرثاك يمر يبحث عن عرضيه. التمريره تاتي الان من جديد. البحث الهندي عن ثغره في دفاعات المنتخب الفلسطيني ولا يجد حتى الان هذه الثغره. لذلك على اللاعبين الفلسطينيين يبقوا في التركيز الكامل حتى لا نهدر تعب 90 دقيقة في لحظات أخيرة. 5 دقائق متبقية. الحكم يشير لاحتساب رمية تماس هندية. لاحظ رمية تماس هندية خطيرة لأنها تلعب بالشكل الطويل على المرمى الفلسطيني. ركلة ركنية. استفاد اللاعب الهندي من رمية التماس لتصبح ركلة ركنية. ركلة ركنية هندية في هذا التوقيت. ركلة ركنية. البحث عن إحدى الرؤوس المتقدمة. هذه كرة عرضية لكن إبعاد من قبل المدافع الفلسطيني. عادت من جديد، محاولة يا سلام على المرور. كرة عرضية تبقى خطيرا. التغطية تأتي الآن من عند اللاعب شهاب القنبر. شهاب واحد على واحد. هو مرة من شهاب وعرضية تأتي ولكن تصبح ركلة مرمى. هنا لاعب إيهاب شاهين وكما ذكرت صاحب الهدف في مرمى السد القطري والذي لعب بكافة نجومه في المعسكر التدريبي للمنتخب الشباب الفلسطيني وخسر يومها المنتخب الشباب الفلسطيني برباعية مقابل هدف للفداء الفلسطيني. محاولة من جديد. رمي التماس عند اللاعب موسى فراوي الظهير الأيمن للفداء الفلسطيني وحتى لهلال القدس. الكرة عادت. تمريرات في خط المنتصف. هذه محاولة ممتازة للمرور. اللاعب عدي الدباغ إلى اللاعب محمود. يا سلام على التمريرة. إشهاب ولكن سوء استقبال من إشهاب القنبر. نعم سوء استقبال ولكن تمريرة ولا أجمل كانت من محمود يوسف. ولكن استقبال إشهاب القنبر لم يكن بالشكل المثالي. هذه الكرة عادت من جديد. محاولة إلى خط المنتصف. إلى عدي الدباغ. إلى هنا محمود يوسف. كرة هندية مرتدة سريعة. هذه خطيرة للمنتخب الهندي. هذه خطيرة. محاولة في خط المنتصف. علينا أن نبطئ الهجمة الهندية حتى لا تكون خطيرة. اللاعب يمر في الجهة اليسرى. انطلق في الجهة اليسرى. فتح شوارع. عرض كرة. ولكن سهلة عند الحارس أحمد أبو حمام. تصبح الكرة ركلة مرمى. نعيش آخر 3 دقائق متبقية من الوقت الأصلي من هذا اللقاء. فلسطين تتقدم بهدف مقابل لا شيء. في هذه النتيجة تصبح الإمارات متصدرة لهذه المجموعة بفارق الأهداف بعد فوز الإمارات بثلاثية نظيفة على المنتخب الأفغاني 3-0. والمنتخب الفلسطيني حتى الآن منتصر بهدف مقابل لا شيء. هل يأتي الثاني؟ الحكم ماذا يشير؟ هناك خطأ. هناك خطأ كما يشير الحكم على اللاعب عدي الدباغ. الكرة عند الحارس سوجديف الحارس الهندي. إبعاد الكرة من قبل اللاعب خالد القواسمي لاعب أبناء القدس. رمية تماس هندية. الدقائق الأخيرة لنهاية المباراة. يد هناك سيكون هناك تبديل هندي في هذا التوقيت. محاولة في الجهة اليسرى عند المنتخب الهندي. انطلاقة إلى خط المنتصف عند لاعب سرثاك. كرة طويلة من سرثاك إلى الجهة اليمنى. مرور ولكن تغطية مثالية من قبل لاعب فراس الشريف. الكرة عادت مرتدة فلسطينية. انطلاقة يجب أن تكون سريعة. يلا يا شباب أسرع يا شباب. الكرة عند اللاعب بهاء وردات. بهاء يعرض كرة.
الكرة تصل سهلا عند إيهاب شاهين. إيهاب يحول الكرة إلى اليمين إلى الأسمران الآخر، انطلاق عند موسى، يلا يا موسى، مرة موسى، انطلق موسى يا ولد، هو ولكن الكرة خرجت، ولكن يا سلام على مرور، يا سلام على توغل، يا سلام على اختراق من موسى فراوي. فراوي قام بعمل البلاوي، ولكن في النهاية الكرة قد خرجت بقليل قبل أن تصل إلى رأس المهاجم شهاب القنبر. كاد أن يكون الثاني، كاد أن يكون الثاني بالنسبة للفداء الفلسطيني. لاحظ المرور يا ولد عليك، يا سلام عليك يا ولد يا لعيب. موسى فراوي كما ذكرت ظهير عصري، ظهير عصري بالنسبة لأي فريق أو لأي منتخب. الكرة عند الحارس سوجا ديف. كم سيحتسب الحكم الرابع خميس المري الحكم القطري؟ وقت محتسب، وقت بدل ضائع. هذه كرة، لكن الكرة سهلة عند الحارس سوجا ديف. الكرة في الجهة اليسرى، نيشو عند اللاعب ماكسوم زولا. إذا خروج اللاعب رقم 20 راكيش من اللقاء، ودخول اللاعب رقم 7 سومان في هذا التوقيت. هذه خطأ، خطأ قاتل من قبل المدافعين الفلسطينيين في هذا التوقيت، خطأ دفاعي قاتل كاد أن يكلف الكثير على المنتخب الفلسطيني. الكرة مرت، الكرة في الجهة اليمنى، محاولة انطلاقة عند المنتخب الهندي، انطلاقة في الجهة اليسرى في وسط الميدان، الآن محاولة عند المنتخب الهندي. الكرة عند اللاعب تانجا، تانجا من جديد إلى اليسار إلى اللاعب سومان. يا سلام على المرور يا ولد يا ولد يا ولد، هذه خطيرة ولكن تغطية مثالية. يجب أن تكون إبعاد الكرة بهذا التوقيت، عليك ألا تلعب في هذه المنطقة عزيزي، عليك ألا تلعب في هذا المكان لأن الخطأ في هذا المكان يعني هدف. انطلاقة، يا سلام يا ولد على اللعيبة. الحكم ماذا يشير؟ وجود تسلل، راية متأخرة من المساعد. أمانة تأخر كثير المساعد في احتساب التسلل على اللاعب الفلسطيني. هناك إصابة، هناك جملة من الإصابات في هذا التوقيت لبعض اللاعبين الفلسطينيين. الحكم كم سيحتسب وقت بدل ضائع لهذا اللقاء؟ هنا اللاعب هاني عبد الله. إصابة لأحد اللاعبين الفلسطينيين، سلامات، سلامات لكل اللاعبين، سلامات لكل اللاعبين. سلامات للاعب، لم أشاهد اللاعب الذي سقط على أرضية الميدان. أيا كان هذا اللاعب، سلامات، نتمنى أن يقوم سالما معافى وأن يعود للقاء لاستكمال المباراة برفقة الزملاء. كرة طويلة من الجهة اليمنى عند اللاعب أمين، ولكن الكرة طارت على أمين لتصبح ركلة مرمى عند المنتخب الفلسطيني عند الحارس أحمد أبو حمام. خذ وقتك يا أحمد، لا تستعجل، خذ وقتك في تنفيذ الكرة حتى تضيع أكبر قدر من الثواني. الآن نحتاج لإضاعة الوقت حتى نحافظ على النتيجة وألا نتيح للمنتخب الهندي أي فرصة ونقتل اللقاء بإضاعة الوقت. هذه محاولة خطيرة عند المنتخب الهندي، ولكن سهل عند الحارس أحمد أبو حمام. خروج ممتاز، تقطع الكرة، عادت عند المنتخب الفلسطيني. هاني عبد الله من جديد، يا سلام على التمريرة، انطلاقة في الجهة اليمنى، مرور ممتاز، يلا يا ولد، عرضية، بحث عن عرضية، هل تأتي العرضية؟ تأتي العرضية ولكن متأخرة، تأتي بعد عودة المدافع الهندي إلى مكانه لقطع الكرة الماضية لتصبح ركلة ركنية. ركلة ركنية في هذا التوقيت للفداء الفلسطيني. نعم، عليك محاولة إهدار الوقت قدر الإمكان.
لأنك متقدم، لأنك متقدم بالنتيجة، وقد حصدت الثلاث نقاط في هذا اللقاء، فعلت ما هو مطلوب، الفوز في اللقاء. ركلة ركنية الآن، محاولة تلعب قصيرا، عادت فلسطينية عند اللاعب إيهاب شاهين. إيهاب يحاول إلى عدي، عدي الدباغ، عدي يمر، عدي يبحث عن زميل، يضطر للعودة إلى مكان الركلة ركنية لقتل اللقاء ولقتل الوقت. هذا بالفعل ما نحتاجه حتى ما نحتاجه حتى نصل إلى النقاط الثلاث من دون أي أعصاب، من دون أي فلسفة، ومن دون أي محاولات. كرة عرضية رأسية، هل تأتي الصافر الآن؟ الحكم حتى الآن لا يطلق الصافر، الحكم المرزوق. لم نشاهد الحكم الرابع كما احتسب الوقت بدل الضائع. يبدو الحكم الساحب سيقدر الوقت المحتسب بدل الضائع، وهنا تأتي بالفعل سيداتي آنساتي سادتي صافرة الحكم السيد يوسف المرزوق، معلن نهاية أحداث اللقاء والفوز الأول لفلسطين للشباب في هذه التصفيات وفي هذه المجموعة على المنتخب الهندي بهدف مقابل لا شيء، سجله اللاعب محمود يوسف في الدقيقة 16 من أحداث الشوط الأول. ألف مبروك للفدائي، ألف مبروك لكل فلسطين، ألف مبروك لكل من يعشق ويحب فلسطين، ألف مبروك لكل من يساند فلسطين ويدعم الرياضة في فلسطين. نعم، فلسطين انتصرت في هذا اللقاء، فألف مبروك لكل الشعب الفلسطيني هذا الانتصار، ونتمنى أن يبقى الأداء متواصلا بمستوى أعلى في كافة المباريات القادمة لهذا المنتخب، المنتخب الشاب. إذا كل الاحترام للمدرب أيمن صدوق لهذا الانتصار، ونتمنى له التوفيق في كافة المباريات المتبقية في هذه المجموعة. نهاية هذا اللقاء، تقبلوا تحياتي معلق هذا اللقاء سامي أبو سنيني، وأشكر مخرج هذا اللقاء محمد طروين، وإلى أن ألقاكم في موعد رياضية قادمة، حتى ذلك الحين أستودعكم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.